Iqra wa khayya wa rattil al-Qur'ana Isbah bi sawtika asmi' al-akwana Iqra kalam Allah dawi nufusana. Inshallah, I would like to become a hafiza or a scholar. فإذا وعى القرآن حين لنا اقرأ وخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعود في روحه إنسانا وتائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان وأزل هوانا ظل يلزمنا وكن معنا من لزم الهدى معنا كن كالصحابة في اقتداء المصطفى كانوا لهامات الدنا تيجانا